أهلا بكم مرة أخرى. قالت وزارة الدفاع الصينية بأنها أجرت تجربة اعتراض صاروخية من الأرض حققت الغرض المتوقع منها، وصفة إياها بأنها دفاعية ولا تستهدف أي دولة. هذا وتكثف الصين من أبحاثها على جميع أنواع الصواريخ، بما في ذلك تلك التي يمكنها تدمير الأقمار الصناعية في الفضاء، وكذا الصواريخ الباليستية المتطورة ذات الرؤوس النووية كجزء من خطة يشرف عليها الرئيس الصيني. دفعت التهديدات الصاروخية بعض الدول إلى إجراء أبحاث واختبارات لمنظومات الصواريخ الاعتراضية، فماذا نعرف عن تلك الأنظمة؟ نتابع.